اهلا بكم في فيديو جديد من قناه تفكير وتدمير. طبعا يا جماعه الناس هتسالني هتقول لي ايه اللي انت بتعمله دوت؟ انت قلبت قناتك لقناه تفكير وتدمير للرياضه والنحافه ولا ايه؟ لكن انا عايز اقول لكم ان النهارده عندي مهمه شاقه جدا جدا جدا. شايفين الكيسه اللي ورا ديت؟ الكيسه كوزموس 2. الكيسه دي تقيله جدا 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 جدا. الكيسه ديت وزنها 22 كيلو وهي فاضيه، ما بالك ان هي فيها 10 هاردات وبورده ومش عارف ايه والكلام ده، فيها تجميعه كامله جوه، يعني معديه الحاجه و30 كيلو. تخيلوا ان الكيسه دي هشيلها لوحدي، فحق اعمل اللي كنت بعمله ده ولا لا؟ مش لازم ابقى مستعد وجاهز. الكيسه دي كارثه فعلا عشان اشيلها. طب انتوا تعرفوا اقول لكم على حاجه؟ الكيسه دي انا يوم ما رحت، انا يوم اصلا كنت شايلها من عرب هاردوير، فلما جيت اعمل اوردر اتلاقيت مكتوب لي الكلام ده ايام ما كان الشحن اصلا رخيص شويه مش زي دلوقتي، كان مكتوب لي 138 جنيه شحن. 138 جنيه شحن. فانا عمال افكر، طب هي طب ليه؟ يعني انا مش في بالي اصلا ان هي وزنها كده ولا اعرف. انا بصراحه ما قريتش المواصفات. انتوا عارفين اصلا الكيسه ديت انا جبتها ازاي؟ دخلت على ايجي برايسز، دخلت على الكيسز وعملت ترتيب من هاي تو لو، تمام؟ اتلاقيت جالي ايه؟ ان اعلى كيسه اغلى كيسه هي الكيسه الكوزمو ستوديو. قمت اخد الاسم ده، دخلت على جوجل واتفرجت على الاشكال بتاعتها. اتلاقيت بصراحه الشكل بتاعها، التصميم من جوه رائع جدا جدا. و فبصراحه قمت اشتريتها. لكن المفاجاه بقى لما رحت استلمها من ارامكس، ان انا اكتشفت ان هو جاب لي العلبه الكبيره دي كده بيقول لي خدها. شايفين العلبه؟ بصوا العلبه قد ايه. فانا استغربت، ايه ديت؟ انا بقول له هي دي ليا لوحدي؟ هي دي بتاعتي ولا دي كذا حاجه في بعض؟ قال لي لا، هي دي الكرتونه بتاعتك. قلت له ازاي؟ طب ايه ده؟ ايه كل دي؟ قال لي صدقني هي دي الكرتونه بتاعتك، دي جايه باسمك كده. فانا بصراحه استغربت. اول ما روحت البيت بقى بفتح الكرتونه لقيت كيسه عملاقه، حاجه غريبه كده. بصوا يا جماعه، اخده ارتفاع الترابيزه كله. انا مش متخيل كده. يمكن لو كنت اعرف. هو بصراحه اللي دفعني ان انا اشتريها التصميم الرائع بتاعها من جوه، والمونيوم بقى وفي حاجات فولاذ، في يعني خامات ممتازه جدا. لكن ما كنتش عارف ان هي تهمه كده. انت تعرف انا لما اجي اركب حاجه في الكمبيوتر كارثه، عشان يعني عشان افكر اركب حاجه في الكمبيوتر كارثه عشان اقعد اشيل الكيسه دي. تعالوا نشوف التجربه مع بعض. وزي ما انتم شايفين دلوقتي يا جماعه، انا هقوم باصعب مهمه وهي مهمه رفع الكيسه. دعواتكم بقى. مصدق يا جماعه ان انا رفعت الكيسه. الموضوع بدا يبقى سهل بالنسبه لي عشان بقعد العب جيم كتير. هوريكم حاجه حلوه في الكيسه ديت. الكيسه دي اساسا يا جماعه متصنعه بستايل زي ستايل عربيات السباق. بصوا الستايل من فوق عامل ازاي، والابواب بتتفتح من الجناب. بصوا يا جماعه، نظره على الارض طبعا يا جماعه. معلش ما حدش يعلق على نظافه الكيسه،
لان الكيسه يا جماعه زي ما زي ما انتوا شايفين. بص انا هوريلكوا التراب بس باذن الله يعني انا ناوي انضفها طبعا. لان مش معقول هركب ال 1080 تي اي والكيسه بالمنظر ده، حرام. انا عايز اقول لكم يا جماعه ان سبب من الاسباب الرئيسيه ان انا بلعب جيم عشان اعرف ارفع الكيسه دي. صدقوني ما بهزر، الكيسه تهمه. ده كل ده ايه وما فيهاش 1080 تي اي دلوقتي، يعني كل ده ولسه ما ركبش 1080 تي اي. بس يا جماعه ده شكل الكيسه، شايفين التراب؟ شايفين التراب؟ معلش بس كل ده هيتحل وكل ده انا هنضفه باذن الله. بس انا مش مصدق ان انا المهمه دي بقيت بقوم بيها بسهوله، ما كانش الموضوع كده خالص بالنسبه لي في الاول بجد والله. الموضوع كان صعب جدا، انا النهارده مش مصدق اللي انا فيه. بس انا مستغرب من حاجه يا جماعه، هو مش في مثل بيقول لك القفه مو اتنين يشيلوها اتنين؟ طب انا القفه دي بشيلها لوحدي ليه؟ طب انتوا تعرفوا ان مكتوب اصلا تحذير على العلبه ان الكيسه دي ما ينفعش الا اتنين يشيلوها اصلا؟ ده انا بشيلها لوحدي كده بس بخلي بالي، مش اي حاجه. الكيسه العملاقه من كولر ماستر اهي اهي يا جماعه، شايفين الستايل بتاعها بيتطور ازاي؟ لسه جامده جدا جدا بجد. طبعا يا جماعه انا عايز اقول لكم على حاجه، الكيسه كوزموس 2 وقت ما اشتريتها كنت ده اللي كنت عملته بالظبط، دوست على كيسز في موقع جبرايسز ودوست من هاي تو لو وقمت رتبت، قام ظهر لي ساعتها كولر ماستر كوزموس 2 دي اعلى حاجه، فهي دي اللي جبتها ساعتها. بس على فكره ما كانش تمنها كده، وتمنها دلوقتي غلى جدا، يعتبر اكتر من الضعف. وقتها انا كنت جايبها كانت عامله 2650 تمام. عايز اقول لكم على حاجه كمان، ان الكيسه ديت من الموقع الرسمي بتاعها اهوت، هتلاقوا ان الستايل بتاعها عامل زي ستايل عربيات السباق، زي ما شايفين البابين مفتوحين من الجنب والستايل من فوق جاي بطريقه معينه بحيث ان هو شبه عربيات السباق. الكيسه مصنوعه من الالومنيوم والستيل، يعني خامات قويه جدا. الكيسه يعني بتكفي لغايه 10 مراوح و13 هارد، وممكن يتحط فيها 4 واي اس ال اي، وبتسبورت لجميع انواع البراد. وغير كده كمان يا جماعه الكيسه ديت بتكفي اي انواع كاستم لوبز واي حاجه، يعني كيسه بجد فعلا كيسه عملاقه وكده. بس عايز اقول لكم على حاجه، هل دي الكيسه الاضخم في العالم؟ يعني دي اكبر كيسه في العالم؟ لا، في كيسات اكبر من كده بكتير. يعني في كيسه اسمها كيسه لابس، وطبعا الكيسه ديت يا جماعه سموها الاسم ده ليه؟ عشان اللي بيشتريها بيلبس في ثمنها، بيلبس في ثمنها لان ثمنها اكتر من 700 دولار. وعلى فكره يا جماعه اكبر كيسه في الكيسات اللابس ديت اللي هي اسمها الماجنوم تي اكس 10 داش دي، اللي هي اللي انت شايفينها في الصوره ديت. الكيسه دي عملاقه ومن تقلها ومن وزنها وحجمها الكبير بيبقوا حاطينها على عجل اللي هي تتجر زي التلاجات كده. بصوا يا جماعه هوري لكم حاجه، الكيسه هي ديت. الكيسه دي بتكفي لغايه 36 هارد ووزنها 70 لبره. 70 لبره ده اللي هو بيبقى تقريبا بنتكلم في 35 كيلو، يعني اكبر يعني وزنها اتقل من الكيسه بتاعتي بكتير. وعلى فكره عايز اقول لكم حاجه، اللي بيبقى جايب كيسه زي ديت بيبقى جايبها طبعا مش عشان يحط حاجات بسيطه برضه ومش عارف ايه وهارد والكلام ده، لا، اللي جايب بيبقى جايبها عشان بقى يحط هاردات بالهبل ومبردات مائيه بقى كبيره، ويعني حاجات عملاقه، يعني فاهمين قصدي؟ مش بيبقى جايبها عشان يحط حاجه بسيطه. فطبعا انتم متخيلين ان الكيسه ديت وهي مليانه ممكن مثلا تعدي ال 100 كيلو، مستريح قوي تعدي ال 100 كيلو. عايز اوريكم حاجه يا جماعه بجد، صور بصراحه انا اتحسرت لما شفتها. بصوا يا جماعه، بصوا المنظر ده بصراحه يا جماعه. انا شفت الكيسه، بصوا الكيسه وهي في البلكونه، تحس المنظر اظن موضح الضخامه بتاعتها. بصراحه انا بجد فعلا بصيت على المنظر ده اتحسرت واتضايقت على الكيسه اللي عندي دي بصراحه. كان نفسي في حاجه من الحاجات المتوحشه دي. يا سلام، ايه ده؟ بصوا يا جدعان، ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ شوفوا المراحل اللي تحت، حاجات ضخمه، تحس ان هي يعني ايه ده؟
بصوا انابيب التبريد لا 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 بجد، لا لا الكيسة، لا لا الكيسة، الكيسة دي حاجة وهم، حاجة وهم. الصورة دي بالذات موضحة قوي الحجم الرهيب بتاع الكيسة. بصوا الكيسة 4 أدوار، حاجة ايه ده. اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات في اللي انتوا شايفينه ده، يعني انطباعكم ايه عن اللي انتوا شايفينه ده، ايه رأيكم؟ اكتبوا لي تعليق على اللي انتوا شايفينه ده. بجد انا يعني مش عارف اقول ايه، بس كيسة رهيبة رهيبة. في بقى كمان الكيسات التانية العملاقة برضو اللي هي أكبر من بتاعتي، برضو في كيسة اسمها ام اكس فورما ام بي اكس ام كي 2، طبعا اسمها فورما اكس فورما، كيسة وحش عملاقة، ما بقاش اسمها فورما ليه. عايز اقول لكم ان الكيسة ديت شكلها بجد جبار، بصوا شكلها عاملة ازاي، كل حاجة فيها كاستمايزابل، كل حاجة فيها ممكن تتفك وتتركب. وعلى فكرة الكيسة ديت في منها نوع عالي قوي اللي هو النوع دوت، بيوصل تمنها ل1250 دولار. انتم متخيلين الرقم في كيسة فاضية ب1250 دولار. دلوقتي بقى انا هفرجكم على شوية صور لكيسات كاستمايزابل من النوع بتاعي، بس قبل اي حاجة عايز اوريلكوا صورة بتوضح الفرق بين الكيسة بتاعتي وبين اي كيسة تانية. بصوا يا جماعة تخيلوا الصورة دي، شوفوا الكيسة بتاعتي اللي هي كوزموس تول على الشمال ديت، تحس انها عملاقة جنب المكتب، في حين ان الكيسة اللي هناك دي على فكرة دي اللي هو مش من خلال الشكل تقريبا دي كيسة اللي هي ان زد اكس 2، فاعلى كيسة في الان زد اكس 2 وزنها 15 كيلو بس، وانا الكيسة بتاعتي وزنها 22 كيلو. فزي ما انتم شايفين الفرق بين الكيستين، الكيسة بتاعتي عملاقة جدا. دي صورة كاستمايزابل اللي في النص دي الكيسة الأصلية بتاعتي اللي هو الشكل الأصلي، إنما اللي في الجناب دول كاستمايزابل، الناس بقى دهنينها ومعدلين عليها حاجات، يعني عاملين لها مودينج. دي الكيسة بتاعتي اهي، زي ما انتم شايفين كل حاجة بتتركب فيها، على فكرة كل حاجة بتتفك وتتركب، حتى الأبواب ذات نفسها بتتفك، الباب بيتفك، الأبواب بتتفك خالص من الـ الكيسة. الكيسة تحفة فنية بصراحة، اهوت كل حاجه بتتفك، حتى الادراج كل حاجه. انا بس اللي مزعلني حاجه، ان انا مش مظبط كيستي حلو زي الناس اللي شاريه الكيسه ديت، لان بصراحه شوفوا الاجانب مثلا شارين الكيسه ديت عاملين فيها شغل عالي قوي. بصوا انا بيب تبريد وحاجات وكاستم لوبينج ومراوح في الجنب واضاءات وحاجات، انا مش مظبط كيستي كده بصراحه، فده اللي مزعلني. ده لا ده ملناش دعوه بيه، ده مركب لي الكيسه صواريخ هيطيرها، ملناش دعوه بيه. ده شايفين شغل عالي، شغل عالي جدا جدا بجد. الكيسه منظرها تحفه من جوه، وحاطط لها اضاءه كمان. انا جربت والله موضوع الاضاءه ده مره في الكيسه بتاعتي، بس الموضوع مش ظريف، يعني الحبل بيبقى بيلزق كده وبعد كده تلاقيه فك لوحده، فانا من البدايه ما كنتش مقتنع ان اشتريه لو هو من النوع اللي بيلزق، بس ما لقيتش اللي هو النوع ده فاضطريت اجيب كده. لكن بقى انا عمري ما هحط مسدس الشمع في الكيسه بتاعتي بصراحه، انا ما اقبلش ان انا اعمل كده، مش مهم حبل نور خالص. ده واحد قلب الكيسة بتاعته بابور، ده ملناش دعوة بيه. وتعالوا بقى افرجكم كمان على الكيسة الاكس فورما اهو، زي ما انتم شايفين بصوا حجمها عملاق ازاي. لا كيسة بجد تحفة فنية، والكيسة لابس اهيت، انا وريتكم الصورة ديت، بصوا حجمها بالنسبة للكيسات التانية اللي جنبها. ده ما تستغربوش هو بيبص اللي في جوه الكيسه بتاعته ليه كده، هو بيدور على مكان يحط فيه الهدوم. واتمنى يا رب اكون فدتكم، وشكرا جدا ليكم، والى لقاء اخر في فيديو جديد.